هذا شو بابا؟ تكلم انت. هذا بترول شيخ. ني نوصل عند البيت الباركين ولا اي مكان نعبي بترول. هذا سعر البترول نفس الشيش البترول. بس السعر الخدمه ناخذ 18 درهم نوصل على الموقع. بس 18 درهم. كان يعني بس اطرش لوكيشن اللي يعني تنزل اب في التليفون يعني من بلاي ستور كل البيانات يعني رقم السياره واسمك والكامل رقم البيت وهكذا شيء ورقم بطاقتك بيخصم البيزات من الفيزا كارد والبيانات كلها بيوصل عندك كم لتر عبينا وكم مبلغ كم وهذا كل شيء بيوصل عندك ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله.